عملت كيكه شوكولاته، وبعدين عملت قهوه سريعه الذوبان وشربت بيها الشوكولاته، خفقت كريمه وعملت كروكان وغطيت بيها كل الكيكه بالشكل ده. احنا متعودين على الكيكه دي بيضه دايما بناكلها وهي كيكه فانيلا، النهارده عملناها كيكه شوكولاته وطعمها بيطلع حلو جدا، لان الشوكولاته مع القهوه بتطلع دايما لذيذه. كيكه الشوكولاته والقهوه، كوب وثلاث ارباع الكوب طحين، ملعقتين بيكنج صغار طبعا بيكنج باودر، واربع بيضات فانيلا، نصف كوب كاكاو وكوب زيت، في عندنا ثلاث ارباع الكوب حليب، وللوجه بنحتاج لكوبين لوز، كوب سكر، كوب كريمه، وملعقه كبيره كاكاو. انا عندي هنا الطحين، حط عليه البيكنج باودر وهحط عليه الكاكاو. كده نبقى احنا حاطين هنا طحين، بيكنج باودر، كاكاو، تمام. خلاص دي بتتخلط بالايد كده، ما فيهاش خفق كتير. دايما حتى الكيكات اللي بيبقى فيها زيت بحب دايما احط البيض والسكر الاول مع بعض. فادي البيض، هنحط عليه الفانيلا، تمام، وهنحط عليه السكر ونخلطهم مع بعض كويس. هنضيف دلوقتي الزيت اللي عندنا، هي كيكة عادية خالص بس بيطلع طعمها لذيذ، وهشة بتطلع حلو. طيب احنا كده ضفنا الزيت، هنضيف دلوقتي اخر حاجة الخليط اللي عندنا هنا، الطحين والكاكاو والبيكنج باودر، وكده تبقى الكيكة عندنا جاهزة. بناخدها وبنحطها في الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا من 45 ل 50 دقيقة، تمام. خلاص احنا بنخلطها لغاية ما تختلط، وكده تبقى الكيكة عندنا جاهزة للخبز. بس انا دلوقتي هروح اكمل، لان احنا كده كيكتنا جهزت. هنا عندنا الكريمة، تمام، اللي قلنا عليها، بتقدروا تحطوا لها كاكاو، بتقدروا تخلوها بيضة زي ما انتوا عايزين. طيب احنا ممكن نخليها بيضة علشان تعمل توازن مع الشوكولاتة، مع كيكة الشوكولاتة، تمام. هحط لها بس مغلف من الكريمة البودرة، لو عايزين تحطوا سكر ناعم حطوا. هخفقها بقى ونتكلم عن الكروكان. طيب الكروكان اللي عندنا هو عبارة عن يعني كوباية ونص تقريبا من السكر، أو كوباية سكر مع كوباية ونص من اللوز، واللوز بنقدر نحطه بقشره. بحطهم مع بعض، هما الاثنين مع بعض، بحطهم على النار، وعلى النار تكون وسط عشان ما يتلدعش السكر بسرعة، وبس نوصل للون الذهبي الحلو ده. بنكون جايبين ورق قصدير ونحط عليه، نرشه كده أو ندهنه بشوية زيت، وبنحط عليه الكروكان بتاعنا، وبنحاول ان احنا نفرده واحنا بنحطه. 10 دقايق ربع ساعه بيكون جامد، بناخده وبنحطه في اي كيس او اي حاجه، ما بحبش اطحنه لانه بيتقلب منه كتير باودر كده، فبحطه في كيس وبكسره. وده بيكون شكله بعد ما بيتكسر. تقدروا تعملوا الكلام ده مع اي نوع مكسرات انتوا بتحبوه، انا عاملاه باللوز، انتوا بتقدروا تعملوه مع اي نوع. وطبعا بيفضل جدا ان المكسرات تكون محمصه. قهوه سريعه الذوبان، طيب هناخدها نحط لها عيار السكر والميه اللي انت مسخنها لو سمحت. تمام، الميه لو سمحت، عاوز الميه اللي انا سخنها لو سمحت. يلا بسم الله. وين هنحط لها الميه؟ هنا. اوكي، وكده نبقى احنا عملنا قهوه سريعه الذوبان، دي هنشربها للكيكه بتاعتنا. بس تسلموا ايديك. شوف غدا، بدنا المره الجايه كيكه الاناناس هاي اللي بتكون مكرمله من فوق ومقلوبه. اه طيب انا دلوقتي دول كيكتين فوق بعض بس بينهم كريمه خفيفه. هجيب القهوه سريعه الذوبان اللي عندنا وهي سخنه، والكريم والكيكه بارده علشان تتشرب كده زي ما انتم شايفين. وهشرب اللي فوق، انا شربت اوريدي اللي تحت متشربه. انا بس عايزه الكيكه تمسك، الكريمه تمسك
الكيكة باردة سقيناها بقهوة سريعة الذوبان والسكر صح؟ المية بتاعته سخنة سقيناها بس من فوق صح؟ وبعدين الكريمة كنا خافقينها وحطيناها على الكيكة صح؟ اي نعم. وهسه هاي اللي هي المكسرات حتحطيها عليها بالضبط اللي هو الكروكون. ايوه